أحييكم من جديد وبداية قسم المواقع الاجتماعية لهذه الليلة مع صفحة جلالة الملكة رانيا العبدالله التي رفعت صورا لها على فيسبوك أثناء لقائها رؤساء جمعيات تعاونية وخيرية وعدد من المستفيدين من المشاريع التي نفذت في القضاء بالشراكة مع مؤسسة نهر الأردن، فحازت على آلاف التعليقات والإعجاب. نبقى في الأردن حيث أنشأ النشطاء الشباب صفحة على فيسبوك بعنوان ما بدنا عنف ما بدنا قانون العنف الأسري، مطالبين الأهالي بوقف العنف الذين يتعرضون له الأطفال. وانضم إلى الصفحة نشطاء من لبنان حيث كتب أحد الشبان كفانا عنفا من الأحوال السياسية الخارجية فمن حقنا الأمان في الداخل. وأبرز المنضمين إلى الصفحة الدكتورة سهاد كحيل التي نصحت الشباب والأطفال ممن يتعرضون للعنف المنزلي أن يستعينوا بالنجدة وأن يطالبوا بقانون يحميهم داخل المنزل. كما وحمل النشطاء فيديو يحذر الأهالي من العنف ضد الأطفال. وينك وليه؟ فرجيك يا حيوان. مش هو شحطك من الشغل؟ جيت عليك نفسك بدي أقطعه. مش هي سبب خلافك مع زوجي؟ ما بتفهم إلا بالضرب؟ لك بدي ربيك. مش هو المسؤول عن الأزمة الاقتصادية؟ انت وحدك ماشية بدي كسري. مش هي سبب طفولتك الصعبة؟ الولد طبيعي يغلط، بس مش من حقك تفش خلقك فيه. العنف ما بيعلم، بيعلم فيه. إذا عرفت بلغ، القانون بيعطيك هالحق. رياضيا، رفع النجم ديفيد بيكهام صورا له على فيسبوك من اللقاء التلفزيوني الذي جمعه مع مجموعة من نجوم الرياضة في حلقة خاصة، وعلق على الصور أنه سعد بهذا اللقاء وشكر محبيه على الصفحة الذين دائما يواكبونه ويتابعوا أخباره. ولم يكتفي بيكهام بالصور، بل شارك النشطاء بفيديو لكواليس المقابلة مع نجوم الرياضة. امتدت المنافسة المحتدمة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي على خلفية المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي إلى شبكة تويتر، حيث وصل مجموع التغريدات التي ذكر فيها اسميهما إلى 14 مليون تغريدة. وقالت شركة ساينتسيس المتخصصة في قياس الرأي العام عن طريق الإنترنت أن كريستيانو رونالدو تفوق في عدد التغريدات التي ضمت اسمه بسبعة ونصف ملايين تغريدة، أي ما يوازي 54% من إجمالي التغريدات. إلى الفيديوهات الأكثر مشاهدة على يوتيوب ننتقل، حيث حقق فيديو للقطات جميلة للأنوار المنبعثة من سماء في أستوكلندا في ساعات الفجر الأولى على نسبة مشاهدة عالية. فيديو لرجل أحب أن يذهب برحلة عبر دراجته الهوائية ويقوم بتصوير الطرق التي يمشي عليها، حاز الفيديو على نسبة مشاهدة تخطت 300,000. I'm going to take you on a new route I've made for a road bike. It's certainly not conventional, but it should be a lot of fun.
إعلان لعبة إلكترونية حربية حققت على اليوتيوب نسبة مشاهدة عالية تخطت 10,000. فيديو لسقوط أشخاص على وجوههم أثناء مشيهم وممارستهم ألعاب رياضية حقق على أكثر من 15,000 مشاهد. هذا فيديو مضحك مؤلم. فيديو آخر كان محط أنظار رواد موقع يوتيوب لطفل كوري لا يأكل إلا إذا استمع لأغنية غانغما ستايل الشهيرة. Benji.
الأغنية إلى فؤاد. بهذه الأجواء مشاهدينا نختتم حلقة تراب أب لهذه الليلة. ملتقانا في الغد، إلى اللقاء.